خلال هذه البرامج استضافت الجامعة أكثر من 550 طالب وطالبة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقع بين جامعة المسعود ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع. تلقوا هؤلاء الطلاب أحدث المعارف والمهارات من أيدي خبراء ومحاضرين من جامعة المسعود، وأيضا تلقوا هذه الوحدات الإطرائية ونفذت داخل المعامل والمراكز البحثية المتقدمة داخل الجامعة. شاركت في دورة الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في إطار مبادرة الموهوبون العرب، وهي مبادرة نظمتها المملكة العربية السعودية، عبارة عن اختبار للتقصي عن الطلاب العرب الموهوبين. دخلت أنا مسار تشريح وظائف الأعضاء، في هذا المسار تعلمت وظائف جسم الإنسان بطريقة مفصلة بطريقة متعمقة، بالإضافة إلى تعلم أساسيات التشريح أساسيات علم التشريح وأساسيات علم الجراحة، بالإضافة إلى تعلم بعض المهارات القيادية والإبداعية. تعرفت في هذا البرنامج على العديد من الأصدقاء والزملاء من مختلف الدول العربية مثل تونس، قطر، البحرين، الأردن ومختلف الدول. أكثر أشخاص أعتز بهم أو بتعرفي عليهم هم هذا الأشخاص لأنهم فخرا للعرب. أصبحت علاقتنا جيدة في العديد من الأيام، ليست بشهور أو سنين، ولكن أصبحت علاقتنا كأننا نعرف البعض من قديم. طالبات جدا موهوبات، وهذا الشيء شفته من أول يوم. لاحظت أنهم فعليا جدا متحمسات لمعرفة الشيفرات السرية. أعطيتهم يوم نشاط مثلا، فجأة عملوا لي شيفرات خاصة فيهم هم، فهذا الشيء بالنسبة لي كان مدهش، ومتحمسة كثير أني أنا أكمل العمل معهم. مميزات البرنامج أنه بنقسم لثلاث أقسام: جزء نظري تعرفنا فيه على مواضيع فيزيائية، تعرفنا إلى أسباب فشل بعض التصاميم الهندسية وأخلاقيات التصميم الهندسي وغيرها، وقمنا باستخدامها في التطبيق في الجزء العملي. وجزء المهاري تعرفنا فيه على مهارات حياتية، تعرفنا عن مفاهيم الإبداع والابتكار، تعرفنا على فن الرسم وفن التصوير وغيرها. كورس البايوتكنولوجي والبايوميديكال إنجينيرينج شوي متقدم علي لأنه باللغة الإنجليزية، لكن أنا درست يعني كل دراساتي كانت باللغة العربية، لكن يوم بيوم يكون أحسن، أفهم أكثر وأخذ معلومات أكثر. كل زملائي الحمد لله طيبين، أستانس في الكلاسات، أتعلم كل يوم أكثر. البرنامج جودته جدا عالية. المادة المقدمة، المادة العلمية المقدمة، هي مادة جدا ثرية وغنية، وأشوف أنه في تطور وتقدم عن المادة العلمية اللي ناخذها خلال السنة الدراسية. استفدت من برامج موهبة الكثير، حيث ازدادت الحصيلة الثقافية والعلمية لدي، وطورت علاقاتي الاجتماعية، واكتشفت شغفي وحلمي بأن أصبح طبيب وأن أهتم بمهنة الطب والعلوم الطبية والجراحية. رسالتي إلى زملائي الموهوبون العرب، حاب أقول لهم أن هذه فرصة ما تتفوت أبدا. كمية الأشياء اللي ممكن تتعلمها في ذي المكان يعني ما بتحصلها في مكان ثاني، وفي طاقم كامل شغلهم هم أن يأكدون أنك موجود في بيئة مريحة لك وبيئة مناسبة أنك تتعلم كل اللي تحتاجه. So we've been running the Universal Enrichment Program with Mohiba for a number of years now, and we're delighted to be back in person this year. We've held a number of online programs, and this year is the first hybrid program, so we have students attending in person and also online. In terms of the preparation that goes into the program, so first of all, we appoint highly specialized experts in the field, hailing from some of the UK's best. They design a bespoke program or course for each of the students. It's submitted to ourselves, reviewed and then implemented in practice, and that usually follows a core STEM subject, for example computer science or medical and surgical sciences. Alongside their core STEM components, students
also go through a program of academic English and strategic learning so they can develop personally and professionally. And we also have a bespoke TED Talk program where they can learn about different novel areas. This is not just an experience that lasts 3 weeks, it can be an experience that persists into the students' futures. The tutors are writing recommendations for them for years after they leave KSU, they leave this program. And so the value of that opportunity really cannot be measured, I think, in terms of the potential upside for the student's career, especially if they're thinking about applying to university abroad, especially if they're thinking about a career in research or medicine or anything related to STEM. This is really a once-in-a-lifetime opportunity, I think. So for those students who are maybe thinking about applying for this program but are maybe a little reluctant or a little hesitant, I would say just do it. And I can guarantee that they won't be disappointed.